المواتر ما فيها غشمرة إذا صقع صوت رنة تشوف أخبارة إذا صقع صوت رنة تشوف أخبارة بعض المواتر فيها غشمرة بعض المواتر ما فيها غشمرة بعض المواتر للكشخة أشكرة بعض المواتر للكشخة أشكرة بعض المواتر ما فيها غشمرة بعض المواتر ما فيها غشمرة بدك تحية لقبر تاخذ دارة بدك تحية لقبر تاخذ دارة بعض المواتر ما فيها غشمرة بعض المواتر ما فيها غشمرة بعض المواتر أبدا ما تنشر بعض المواتر أبدا ما تنشر مساكم الله بالخير مشاهدينا ويا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامج الموتر الجزء الثالث. اليوم حلقتنا غير مشاهدينا والسبب هذا المطربل هذا له قصة له حكي وايد حلو ويا رعية وهذا بيتهم. فأنا اليوم بحكي عن هذه السيارة لأنها على إيد صاحبها نسميها قصة موتر. هذه كانت موجودة معانا في الجزء الثاني لكن في الجزء الثالث كثرنا منها شوي بينوا أهل السيارات اللي السيارات على إيدهم. وبيني وبينكم مشاهدينا والحكي لا يطلع بره ترى اليوم من الصعوبة أن واحد يحافظ على السيارة من قبل 40 أو 30 سنة وبالذات بالكويت عامل الجو شوية ما يساعد أنك أنت تكون السيارة على إيدك من 79 أو من 80 أو بعد من الستينات والسبعينات. أنا الحين بدق على راعي السيارة لأن أنا وصلت. هلو هلو أبو محمد. يس يس والله فاين شوية. أنا ترى ناو واصل ناو إي بس ناو بس ناو بس ناو إي عند السيارة واقفة بانتظارك بانتظارك. عرفت السبب مشاهدينا؟ أبو محمد بي والعجب العجاب أبو محمد بيعرفنا على هلا أبو محمد. أبو علي مساك الله بالخير. آسف جدا سلم. على الإزعاج. لا لا ماكو إزعاج. يسلم عمرك. الله يسلمك خليك. إحنا في الموتر ثلاثة على قولتنا ما في رحمة سيارات العجب العجاب. بنتعرف على الموتر. نعم. وعلى قصته. إيه ليش لا؟ بس بعد هالفاصل الحلو من مخرجنا. مشاهدينا طبعا قاعد تشوفون هذا الموتر الحلو وانا معاي صاحب هذه السياره وقصه هذه السياره الاستاذ عادل صقر ابو محمد. ابو محمد قدام مشاهدينا هذه السياره ابيك تقول لي شنو نوعها وموديلها واي سنه شريتها. السياره هذه اولز موبيل كاتلس موديل 1979 كانت مميزه بسنتها لان نزلت مواصفات السيارات القديمه. هي W30 هيرست أولز مو فور فور تو لا W30 هيرست أولز هيرست فور هيرست أولز أولز شركة هيرست هي اللي صممت المجمع إيه؟ فصار المجمع يسمونه دول جيت يعني جيت. إيه. وكانت مميزة بسنتها بالنسبة إيه؟ للكاتلس. ومحمد 79 يعني هل معناه 79 أنت طلعت إجازة ولا مطلع قبل؟ لا مطلع قبل. طلع إجازة قبل. إيه إيه. أول سيارة بحياتك شريتها ولا في قبلها؟ هذه ثاني سيارة أول سيارة مستعملة بعد الإجازة الواحد لازم يأخذ سيارة صح. تدري. صح. إيه. مازدا كانت. كانت مازدا. مازدا. إيه إيه. كنا فيشت فيها. إيه إيه. إيه. زين وبعدين؟ إيه. حادث بسيط بس الوالد إيه. قال لي خلاص بعدها ما تأخذ سيارة صغيرة أخذ سيارة عودة. قال لك تاخذ امريكي. امريكي إيه؟ إيه؟ شنو قلت له؟ قلت له انا باخذ امريكي انا شكله صغير كان إيه؟ يعني كنت ضعيف إيه؟ قلت له باخذ امريكي لا تقول لي اخذ 90 ولا شكل إيه؟ إيه؟ شكلي اطلع كني سايق إيه؟ قال لي لا كيف اختار انت؟ قام واختار لي كاتلس بس انا قلت له ابي سياره ثانيه
قال لي ليش؟ قلت له والله أنا توني شايف سيارة مش معي أشوفها. يا شافها قال لي خلاص خذها. تناقش مع راعي المكتب. مكتب. إيه. مو وكالة. لا لا مكتب. خذيتها. قال له هذه 400 ماكينتها خاف. قال له لا 350. قال له زين خلاص ناخذها. فخذيناها. الأولين يا ياخذ لك 6 سلندر. يا ياخذ لك 8 الماكينة كلش سمول. لا لا وتم يستعملها حوالي أسبوع. يجيس النبض. يبي يشوفها تسرع ولا لا. إنزين. تالي قال خذها. وأنا عندي سيارة ثانية بس. قال لي خلاص صرف ذيك وخذ هذه. يعني ما شاء الله السيارة من 79 على يدك لليوم. نعم. هذه وسجلها باسمي. سجلها باسمي. إيه إيه. مشاهدينا لما نقول قصة موتر هني قصة موتر إن السيارة على يد صاحبها من سنتها يعني من 79 هو فاكها أبو محمد عادل صقر وليه الحين محافظ عليها. تعال شلون محافظ عليها يعني إحنا عندنا عامل جو متعب عندنا ظروف مرينا فيها ما بنذكرها شو؟ نعم إحنا كنا شباب. ونحب نلمع السيارة إيه؟ وكانت بنظري سيارة حلوة وزينة إيه؟ فحسيت أن موديلها ما طاح يعني شكلها إيه؟ تم واستمرت عليها يعني سافرت أدرس خليتها إيه؟ جيت ولا محافظين على أهل أهل الوالد كان يدقها سلف ويطلع فيها وعلى حطتها استلمتها مثل ما هي إيه؟ وبالفترة الأخيرة حافظت عليها أكثر صارت إيه؟ بعد إيه؟ تعتبر من نوادر تدري 40 سنة فارق صح صبغتها تالي بس نفس اللون نفس اللون اي رديت شغلها الاصلي كله افتكر لو مغير اللون كان اختربت السالفة كان بعتها يمكن كان بعتها ابو محمد ان شاء الله ما تبيعها ومشاهدينا مستمتعين في برنامج الموتر الجزء الثالث بعد بنسمع قصة هذا الموتر بعد ابو محمد عشان لا يسمع المصور شاري النصار يقول لي كلمة ما يبيعني لا لا انسى انسى كل هالسنين مخليها والحين ابيعها انسى واحمد خليك على الفورد يبيها هدية ما يخالف بس ابيعها لا كفو كفو ابو محمد الجير الماكينة الماكينة 350 والجير 350 اولز وهي اي اولز ويتك زوزين زوزين مثل ما هي والمجمع دول جيت هيرست مواصفات خاصة يعني شركة هيرست اللي مسويها ما شاء الله ومحمد بكل صراحة في أحد من العيال بالمود بالمجال هذا لا والله مو وايد يعني ما مو وايد مو وايد زين أبو محمد صدى ما صدى ولا محافظ لا لا محافظ محافظ ما شايف يعني ما شاء الله يعني من 79 الحين 79 هذا الوجه ها هذا الوجه 80 تغير 80 تغير صار لتين قدام بدل لت واحد تذكر ذاك الوقت كم سعره يوم تشتري كم 2800 بالضبط 2800 مع بيمة سنة مع بيمة سنة ما قصر راعي المكتب الواحد لما نكلمه بعد المكتب سكر ذاك الوقت عيال فرحان نعم نعم شارع سالم مبارك نعم السالمية صح صحيح والله 2800 كنا بعد مو شويه يعني ذاك الوقت 79 هم اسعارهم كذي قبل 2000 ال 2600 ل 2800 تقريبا اسعارهم كذي هذه كانت مميزه و 350 الماكينه السيارات الثانيه 260 مكاينهم سياره هل تعتبر كان يعني عزمها نشيطه تعتبر نشيطه نشيطه كان فيها عزم زين يعني لا بس عزم زين بالنسبه حق السيارات اللي قبل يعني مشاهدينا يمكن اللي ما تعرفونه اخونا عادل صقر ابو محمد معروف راعي اولز وبالذات الفور فور تو دبليو 30 في الجزء الثاني كانت الحلقة الأولى دبليو 30 الحمراء إن شاء الله وكان قدامكم ويسمع إن شاء الله في وعد منه أن بنطلع فور فور تو 69 68 إن شاء الله أبو محمد إحنا وصلنا معاك إلى الختام بكل صراحة أمام مشاهدينا توجه بالشكر الجزيل لك الشكر لكم ولضيافتك ولمحافظتك على هذه السيارة من سنتها من 79 يعطيك العافية الله يعافيك سلمك عندك كلمة بتقولها أبي أقول مشكورين على جهودكم وتبينون المشاهد هذه السيارات اللي نست تقريبا هي نعم نست وحاليا أنتوا طلعتوها الملأ يعني لا إحنا مع مشاهدين نقول no forget أنا ما أحكي إنجليزي خلينا نقول لن ننساكم سياراتنا الغدم سياراتنا العتج هذه ما تنسي لأن قام تصير شيء من الماضي شيء من التاريخ فإن شاء الله في الموتر
ثلاثة بتشوفون العجب العجاب. نشوفكم في الحلقة الجاية على خير، في أمان الله.